اشكرك بالاخص يا دكتور عبد الرازق على مجهودك وطاقتك الجامده، وطبعا المقدمه اللي حضرتك عملتها انت ومنى هتسهل القصه. بعتذر لغيابي لظروف صحيه، واتمنى كنت ابقى في وسطكم، وطبعا نتمنى ان الكورس يحقق الهدف منه، وهو ان ده المينيمال ريكويرمنت لاي سبيشاليست كارديولوجيست لازم يكون يعني ملم بالنولج دي. لما بنتكلم عن الايكو اوف مايترال ريجرج، اول حاجه بنبدا بالاناتومي. لما بنتكلم عن مايترال فالف يبقى فيه الانيولس، اهم حاجه الانيولس، في انتيرو مايترال ليفليت وسيرو مايترال ليفليت. الانتيرو مايترال ليفليت دي كوادلانجولار، البوسيرو مايترال ليفليت كوادلانجولار وبتاخد ثلثين السيركمفرنس، الانتيرو مايترال ليفليت سيمي سيركولار وبتاخد ثلث السيركمفرنس. ده اباريتاس كومبلكس بيعتمد على الانتجريتي بتاع الانيولس والليفليت، وبعدين دي مش عشان يقفل ويفتح المايترال ده محتاج انتكت ماسل، بابيلاري ماسل وكوردي، وحوالي 250 300 كوردي، فلازم كل الجهاز ده يبقى انتكت. اي ديزيز يأفكت اي حاجه من الاباريتاس ده بيؤدي الى مايتر ريجرج. مايتر ريجرج ده كومن ديزيز في الكارديولوجي، مفيش شابتر في الكارديولوجي مفيش فيه مايتر ريجرج. اسكيميك هارت ديزيز، فالفولار هارت ديزيز، ماسل ديزيز، وات ايفر، في مايتر ريجرج. القصه الهدف ان انا لما احط بروب الايكو ازاي اشخص المايتر ريجرج. القصه مش ان انا في مايتر ريجرج وبس، لازم اقول المايتر ريجرج الايتيولوجي بتاعه ايه؟ السيفيريتي بتاعته ايه؟ فيري فيري امبورتنت، لان كل ديسيجن بتعتمد على السيفيريتي. ده ريجاردنج الاناتومي. السباتيا ريزوليوشن يعني المايترال نايم اهو في قدام منه الاورطه، بيبقى على ميديا لو ترايكاسبيد لاترال لو ليفت اتر الابندج. الانتيرو مايترال ليفت دي ديفايدد، والبوستيرو مايترال ليفت باندنتيشن بتقسمها الى ثلاثه سكالوب، ميديا اللي هو الاي 1 والاي 2 والاي 3 والبي 1 والبي 2 والبي 3. وكل سكالوب دول فايده من هذه التقسيمه عشان لو في سيرتن باثولوجي زي ديجنريتيف تشينجز اور برولابس افكتنج بارت من الليفليت يبقى معروف انهي حته بالظبط، لان ده الكومن كوز اوف سيرجيكال ريبير للميترال فالف، ان انا اصلح هذه العيوب. فلازم ابقى عارف بالظبط بالايكو انا بالظبط الاصابه في انهي مكان في الفالف، هل هي في اي 1 اي 2 اي 1 بي 2، هل هي اي 1 بي 1 اند سو اون. معروف كل ما اول حاجه لازم هنعرفها ايه الفيوز اللي انا هصور فيها الميترال فالف. وطبعا حضرتك والدكتوره منى سهلتوا القصه دي. ده مثلا ايبيكال فور تشامبر فيو، الفيو من الصوره دي من الدياجرام ده، ده الميترال على الليفت سايد اهو قدام منه الاورطه، عند زاويه حسب الزاويه اللي انا بقطع فيها من الباراسترنال لونج اكسس فيو اللي الدكتوره منى شرحته. ده وان اوف ذا ستاندرد امبورتنت فيو باراسترنال لونج اكسس فيو، بيبان الاورطه قدام الميترال ورا الليفت اتريوم والليفت فنتركل. ممكن الايبيكال فور تشامبر فيو والايبيكال تو تشامبر فيو. زي ما نشوف في الصوره اللي قدامنا الرول الاولاني ده الايبيكال فور تشامبر، الايبيكال فور تشامبر الباراسترنال لونج اكسس، الباراسترنال لونج اكسس ده بيبان فيه الاورطه ورا منه الميترال. بيبان الاي ببقى قاطع انا في تو سكالوب اللي هو الاي 2 والبي 2. لو عملت شويه تيلتنج توردز اورطه يبقى قطعت اي 1 بي 1، تيلتنج توردز ترايكاسبيد قطعت اي 3 بي 3. يبقى انا قدرت اشوف كل قطعه من الميترال فالف بالصوره ذات بعدين. لو انا لفيت البروب بتاعي شورت اكسس عمودي هحصل على شورت اكسس للميترال فالف. في برضه من ضمن الفيوز اللي هي الترانسوراسيك الايبيكال فور تشامبر والايبيكال تو تشامبر فيو. زي ما بصور الميترال بالترانسوراسيك ايكو هصوره بالترانسوراسيك ايكو بنفس القصه. البروب بتاعي في الميد اسوفيجاس 30 سم في الميد اسوفيجاس، وبرضه الترانسوراسيك ايكو ده له ساعه. طبعا هنشرح الكلام ده بالتفصيل مع الزملاء البيوهات بتاع الترانسوراسيك ايكو، بس لازم اعرف ان فين عندي حسب الزاويه اللي المنظار بيقيس عندها. في زيرو انجل، في 45 135 دول الكومن. الزيرو ده اللي هو الفور تشامبر فيو بحصل منه على الميترال والترايكاسبيد مع بعض، بيبان الاثنين جنب بعض وبيبان اللي هي الفور تشامبر فيو. ممكن بشويه موديفيكيشن اقطع في ديفرنت ليفلز بحيث اقطع اي سكالوب في الميترال فالف بحيث اشوف الديفرنت بارتس اوف ذا فالف نفسه. ممكن اقطع عند زاويه 135 135 يبقى انا اللي هو اللاين ده اهو الاورطه بيبقى باين في الصوره ورا منه الميترال اي 2 والبي 2. ممكن اقطع عند اللي هو البايكوميترال فيو عند زاويه 45 هحصل على تو تشامبر فيو اللي هو الليفت اتريوم والليفت فنتريك. كلمه ترانسوريال ايكو يعني اللي بيقابلني في اول الصوره هو الليفت اتريوم اللي ورا البروب على طول. ده اكزامبل مثلا للصوره دي، مثلا عند الزاويه 45 ده بايكوميترال اللي هو السي، ده الصوره السي دي، ده بايكوميترال فيو. عند الزاويه 135 ده كورسبوندنج الباراسترنال لونج اكسس بالظبط اللي احنا بناخده في الترانسوراسيك، الليفت اتريوم قدام ورا منه اللي هو تحت الميترال فالف ورا منه الاورطه. ممكن اشوفه عند زاويه 90 اللي هو برضه تو تشامبر فيو. ده ديفرنت فيوز اقدر استضي فيها الميترال
وكل فيو من دول بيقطع الميترال السكالوب بتاع الميترال ات ديفرنت سايت بحيث اشوف الستة سكالوب بتوع الميترال في ديفرنت فيوز. ده الستاندرد اهون ده ترانس ثوراسيك ايكو فوق وتحت منه ترانس جيال ايكو والاثنين دول ميرور ايمج لبعض. ده في الباراسترنال لونج اكسس بنشوفه اللي يضاهيه بالظبط في الترانس جيال ايكو عند زاويه 135 اللي هو اللونج اكسس ده اللي هو بيبان فيه الاورطة والميترال. ده ايكويفالنت لده بالظبط اللي هو الاي والسي. لما نشوف البي والدي اللي هو الشورت اكسس اللي يبان لما نلف البروب في الباراسترنال 90 درجه يبان الميترال كانه دايره فيش ماوس وده بيبان بالترانس جاستريك ترانس جيال ايكو. دي الستاندرد فيو لو جمعتها يبقى في فور تشامبر فيو عند الزيرو انجل وبشويه موديفيكيشن عشان اقطع عند ديفرنت سكالوب. بجيب بايكوميترال فيو عند زاويه 45 بجيب اللي هو الزاويه ال 135 اللي هو اللونج اكسس بيبان الاورطه وبيبان الميترال قدام منه اللي هو الاي 2 والبي 2 وممكن اجيب شورت اكسس للميترال ان ترانس جاستر. الهدف لما انا اصور الميترال لازم اشوف الايتيولوجي اوف ذيس ميترال ريجيرج بالايكو. هل الميترال ده ستراكشرلي نورمال فالف ولا ديزيز دي فالف؟ لان ممكن يبقى في ميترال ريجيرج زي ما قلت لك كل الباثولوجي كل ديزيز في الكارديولوجي ممكن يعمل ميترال ريجيرج. ممكن الفالف ستراكشرلي نورمال وجاست الريمودلنج بتاع الاتريا والفنتركل والدايليتيشن يندوس ميترال ريجيرج والفالف كومبليتلي نورمال. عشان كده لازم اشوف الاستراكشر بتاع الفالف نفسه. في برايمري اورجانيك ستراكشر ليجن في الميترال فالف اور نو اللي ممكن يكون اسكيميك ونون اسكيميك. فور اكزامبل مثلا ستراكشر اسكيميك تشينج مثلا لو حصل سكار في البابيلاني ماسل حصل رابشر بابيلاني ماسل ده ستراكشر تشينج. ممكن يكون نون اسكيميك زي ديجنريتيف تشينج زي المارفان والايرال دانلوس والبارلو ديزيز والروماتيك افكشن والديجنريتيف تشينج والفالفولوبسي والفالفو باثولوجي في الفالف نفسه والانفكتيف اندوكارديتس. لما يكون ستراكشر ليجن هتلاقي شورتنينج وفايبروزس وكالسيفيكيشن وتشينجز في الاستراكشر بتاع الفالف نفسه. على عكس السكندري هتلاقي السكندري الفالف نفسه فانكشنالي از ستراكشرلي از نورمال لكن ممكن يبقى مال كوابيتيشن ريليتد لريمودلينج والدايليتيشن في الاتريا والفنتركل ينتج عنه نون كوابتد ليفلت ونون كلوجر للميترال وانكومبتنت ميترال سواء الاستيولوجي اسكيميك او نون اسكيميك. ده اكزامبل لصوره مثلا ايه رايك في المنظر ده كالسيفيكيشن يبقى ده ستراكشرال ليجن يبقى ده اورجانيك ميترال افكشن من الصوره ال2 دي. من ضمن الديجنريتيف ديزيز اللي هو البرولابس عشان اشخص برولابس ده النورمال ميترال اهو انتيرو ميترال ليفلي بوستيرو ميترال ليفلي وده اللاين اوف كوابيتيشن فروم ذيس انيولس. طالما ان البوينت اوف كوابيتيشن اباف ذيس از ذا انيولار بلين الاصفر ده الانيولار بلين. طالما ان البوينت اوف كوابيتيشن اباف ذا انيولار بلين ده نورمال اول مراحل الديجنريتيف تشينجز ان يحصل سيكننج في الميترال يحصل بلوينج لايك ذس. بعد كده لما يحصل ان البوينت اوف كوابيتيشن يبقى تحت اللاين الاصفر ده هو الانيولار برين ده نشخص بيه برولابس. يبقى لازم اشخص البرولابس في الباراسترنال لونج اكسس ده طريقه تشخيصه ما اشخصوش في الابيكال لان في سادلنج في الانيولس فممكن يدي فالسس في ان في فولس برولابس. يبقى البرولابس يتشخص في الباراسترنال لونج اكسس ويتشخص بان البوينت اوف كوابيتيشن تحت الانيولار برين. وطالما ان التب بتاع الميترال بتبص توارد ذا ليفت فنتريكل يبقى جاست برولابس. لو التب بتاع الميترال بصت توارد ذا ليفت اتريوم يبقى ده دخلنا في مرحله متقدمه وهي الفليل ليفلي. كون ان انا الاقي المنظر فليل ده معناها ايكوال تو سيفير ميترال ريجيرج على طول. يبقى ده هاو تو دايجنوز ديجنريتيف تشينج اور برايمري ديزيز اوف ذا ميترال فالف ان ذا فورم اوف برولابس اند فليل ليفلي. الصوره دي الفيديو ده لما نشوف كده بيبين ايه؟ بيبين ان في مايلد برولابس في البوستيريو ميترال ليفلي مايلد برولابس اوف ذا بوستيريو ميترال ليفلي. اللي جابت السؤال اللي انا عايز اعرفه الثاني لما بيحصل ميترال ريجيرج في ميكانيزم اسمها كاربانتر كلاسيفيكيشن اوف ميترال ديسفانكشن يا ترى الميترال ريجيرج ده حصل نتيجه اكسسيف ليفليت موشن ولا ريديوسد ليفليت موشن ولا ميترال ريجيرج ويز نورمال ليفليت موشن؟ ايه اللي ممكن يعمل ميترال ريجيرج ويز نورمال ليفليت موشن؟ جاست دايليتيشن في الانيولس زي في حالات المايوباسي او ليفليت بورفوريشن في الانفكتيف انتوكارديتس او كليفت ميترال فال. ممكن يكون ميترال ريجيرج نتيجه اكسسيف ليفليت موشن في البرولابس والفليل. ممكن يريديوس دي موبيليتي وريديوس دي موبيليتي ممكن تكون هذه ريديوس دي موبيليتي في السيستول بس ريستريكشن في السيستول في الفانكشنال ميترال ريجيرج زي في الاسكيميك ميترال ريجيرج وممكن ريستريكشن في السيستول والدايستول في الاستراكشرال تشينج في الفالف زي في حالات الفايبروزس والشورتنينج في الكوردي والليفليت في حالات الروماتيك والفالفولار ديزيز والاورجانيك فالفولار ديزيز. لما نشوف التايب 1 ده يبقى جاست ان هنا لا اما بيرفوريشن في الليفلت اور دايليتيشن في الانيولس. تايب 2
excessive leaflet motion or redundant leaflet. Type 3A limitation leaflet motion في السيستول والدايستول زي في حالات اللي هو الفيبروزس والسيكنينج والشورتنينج الكوردي والليفلت. Type 3B in case of limitation in movement only in the systole only in case of tethering valve in case of functional mitral regurg مع ischemic heart disease. السؤال اللي إجابة السؤال المهم جدا، أنا هحط البروب بتاعي وأحط كلر هلاقي إن في mitral regurg. من الـ great very important answer, what is the severity of this mitral regurg? Very very important question should be answered. ما ينفعش ريبورت يخرج من كارديولوجيست سبيشاليست الا ما يحدد السيفيريتي، وهذا التحديد السيفيريتي في فالسيز كثيره جدا جدا جدا، وحوالي يمكن 10 بوينتس لابد نبص عليهم كلهم مع بعض مجتمعين نقدر نجاوب على هذا السؤال. فور اكزامبل، مثلا اول حاجه بالصوره 2 دي، اخد صوره 2 دي في مالتيبل فيوز كده بفيجوال اسسمنت، يا ترى ده في فلير ليفلت، في رابشر ليفلت، ده يقول ان ده سيجنيفيكانت، في اذر ابنورماليتي. فور اكزامبل، لو شفت صوره زي دي بال2 دي على طول من غير ما احط كلر من اي حاجه خالص، انا شايف ان الجوستيومايتر ليفلت دي بتبروترود توردز ليفت اتريوم، ده ساين اوف فلير ليفلت، ساين اوف سيفير مايتر ريجرج باي 2 دي باي 2 دي ايكو اونلي. لما نشوف صوره زي دي ده ترانسوجال ايكو، ليه؟ لان الليفت اتريوم باين انتيريور اهو، وده المايترال. هنشوف البوستيريور مايترال ليفلت دي بتبرولابس، ومش بتبرولابس وبس، ده بتبرولابس والتب بتاعتها بتبروترود في الليفت اتريوم، باصه مش بعدتش بتبص في الليفت فنتري، ده اسمها فلير ليفلت، ده ساين اوف سيفيريتي. يبقى بالصوره 2 دي قدرت اقدر احدد بيه سيفيريتي. يبقى دي احدى وسائل اسسمنت للسيفيريتي بالصوره 2 دي والافكشن للفالف. لما اشوف صوره زي دي، صوره ثابته اهي، صوره 2 دي، هلاقي ان المايترال ليفلت الانتيرو مايترال ليفلت بتبروترود توارد ذا ليفت اتريوم التب بتاعتها، ودي ساين اوف سيفيريتي. الحاجة الثانية احط كلر. ايه حكاية الكلر دي؟ لما نشوف الصورة دي، صورة 2 دي وانا حاطط عليها كلر، اللون الازرق اللي بيرجع ده هو عبارة عن مايتر ريجرش. من الخطأ الشائع جدا ان انا استخدم الكلر دوبلر واقول ده سيفير مايلد مودريت مايتر ريجرش. لا تحمل الكلر اكتر من حجمه. الكلر ممكن يدستنجوش المايلد من السيفير صحيح، لكن في فالسز كتيرة جدا في الكلر. هو يكفيني ان الكلر يقول ان هناك مايتر ريجرش عشان اقول سيفير، ده قصه ثانيه. لما نشوف اللون الازرق اللي جاي من الجنب ده في هذه الصوره، عباره عن جاي من البالمونري فين، وفي لون ازرق جاي من الليفت فنتل، يبقى ده مايتر جيرج وفلو بتاع البالمونري فين كمان. اما نشوف منظر صوره زي دي، كلر بيملى بيجي من الليفت فنتريكل اللون الاصفر ده وبيملى الليفت اتريوم وبيرجع في البالمونري فين، ده معناها ساين اوف سيفيريتي، معناها ان الكلر بقى سو سيفير لدرجه انه بدا يرجع الدم في البالمونري فين، ده ساين اوف سيفيريتي. لكن برضو عشان اقول سيفير مايتر ريجرج بالكلر، في تحفظ شديد جدا. صوره زي دي مثلا، الليفت اتريوم هنا فيه لون ازرق اهو، اللون الازرق اللي في الليفت اتريوم اللي تحت ده جاي من البالمونري فينز، مفيش مايتر ريجرج اصلا. لما نشوف صوره ثابته زي دي، هنلاقي ان الليفت اتريوم على الشمال مليان بالكلر، وعلى اليمين الكلر بتاعه ريستريكتد لانه اكسنتريك جيت. فعشان كده الكلر له فالسز. ممكن الصوره اليمين الابيكال فور تشامبر اليمين دي يكون الريجرج فيها اكتر من الصوره الشمال، لكن عشان هو اكسنتريك جيت بيحصل حاجه اسمها كواندا افكت، ممكن يدي فولس اندر استيميشن للسيفيريتي او مايتر ريجرج. عشان كده لما لو انت عندك ممكن اقبل منك بالكلر، لو عندك سمول سنترال جيت والفالف ده شكله نورمال والفنتريكل والاتريوم دايمنشنز نورمال وجاست سمول سنترال جيت، ممكن اقبل منك اقول لك دي مايلد ريجرج. لو لقيت لي سيفير كلر ريجرج وبيرجع في البالمونري فينز الصوره اللي شفناها، او فلير ليفلت او رابشر كوردي، اقبل منك بالصوره الكلر دي، اقول لك تقول لي ان ده سيفير ريجرج. غير كده لابد نستخدم وسائل اخرى للاسسمنت، لان الكلر فيه فالسز، ممكن يديني فولس اندر استيميشن نتيجه انكريز الليفت اتريال بريشر، نتيجه الليفت اتريال انلارجمنت، نتيجه الاكسنتريك جيت وبيهج اجينست يهيت اجينست الليفت اتريال وول. عشان كده نوت ريكومندد to quantify severity of mitral regurg بالكلر، only diagnosis of mitral regurg. زي ما نشوف جيت سنترال زي ده كده، اقدر ممكن والفنتري كويس والاتريا كويس ومش اجينست الوول وفي قلب السنتر، ممكن اقبل تقول لي ده مايلد ريجرج اند سو اون. عشان كده لابد في وسائل اخرى هنأسس بيها السيفيريتي، وكلها بتتعامل في الاجهزه بتاعتنا ومتاحه. في حاجه اسمها فينا كونتراكتا، ان انا اجيب صوره 2 دي سواء باراسترنال لونج اسيس زي دي، او صوره في ايبيكال فور تشامبر فيو زي دي، واحط الكلر عليها وابدا احسن اقلل الكلر سيكتور،
واقلل الدبس عشان احسن الفريم ريت واكسباند واعمل زوم واظبط السيني بتاعي اخد سيني فريم كويس لغايه ما احصل على اضيق حته النارس لغايه ما احصل على هذه الكونفرشنز ده واحصل على النك دي وبعد كده الفلو از ليفت اتريوم واقيس النارس بارت دي اسمها الايه الفينا كونتراكت ودي كورسبوندنج للريجارجيتانت اورفيس. الفينا كونتراكت دي لها فايده مهمه جدا لو هي اللي بتفرق المايلد من السيفير. لو طلعت اقل من 3 مللي بقى مايلد مايتر ريجارج اكتر من 7 مللي سيفير ان بتوين ما اقدرش احكم هستخدم اذر موداليتي. صحيح هي نوت افكتد بالاذر فالفلي وكمان كويك وايزي واندبندنت الهيمودايناميك والانسترومنتال فاكتور وممكن استخدمها في الاكسنتريك جيت لكن مشكلتها لو عندي فانكشنال مايتر ريجارج بيبقى سليت لايك ممكن تبقى اندر استيميت السيفيريتي ما بيبقاش راوندد اوبننج في الحالات الفانكشنال مايتر ريجارج. الحاجه الثانيه لو في اكتر من ريجارجتانت جيت. الحاجه الثالثه ان هي بتاثر بالسيستوليك تشينج ان ريجارجتانت فلو ففيها برضو مش 100% لكن هي بتساعد بنسبه سيمي كوانتيتيف ميثود وتساعدني كتير جدا. لو طلعت اقل من 3 خلاص بقينا مايل لو طلعت اكتر من 7 بقينا سيفير. في طريقه ادق ومهمه جدا اللي هو الافكتيف ريجارجتانت اورفيس. انا عايز احسب بالظبط الاريا اللي بيحصل منها الريجارج. عشان اعمل القصه دي في قاعدة فيزيقية مهمة جدا في الايكو اكيد مش عارف الدكتور عاوز يتناولها بس لابد ان اتناولها كويس قوي. حاجة اسمها الكونتينيوتي ايكويشن. الكونتينيوتي ايكويشن دي القاعدة وراء الحاجة اسمها البيزا البروكسيما ايزوريس سيرفيس اريا. القاعدة وراء حساب الافكتيف ريجارجتانت اورفيس بتاع المايتر ريجارج. كلمة كونتينيوتي ايكويشن معناها ان الفلو الكلوزد سيستم از كونستنت. لو انا عندي ماسورة زي دي كده كانت واسعة وراحت دائم الفلو اللي هي الكيو 1 هو الفلو اللي هو الكيو 2. اللي بيحصل ايه؟ ان القطر ان الدايمتر لما قل من اي 1 الى اي 2 فلوس تحركت من في 1 الى في 2 بحيث ان الفي 1 في الاي 1 كونستنت بتساوي الفي 2 في الاي 2. بما ان انا عندي الكونستنت ده لو انا عندي ثلاث معطيات من دول اقدر اجيب الرابعه. يعني افرض ان انا عندي اي 1 وفي 1 وفي 2 وعايز اعرف الاريا 2 دي اقدر اضرب في 1 في اي 2 في اي 1 واقسمها على في 2 يديني الاريا 2. دي نفس فكره البيزا بالظبط. ايه القصه؟ القصه ان الريد بلاد سيلز اللي موجوده في الليفت فنتريكل دي بيحصل لها كونفرشنز ان لامينار لاير عشان تعمل لايرنج ان ذا فورم اوف ايزو فيلوستي سيرفيسز اريا ان ذا فورم اوف هيمسفيرز لغايه ما تعدي من النار وست بارت وهو الريجارجتانت اورفيس ده. وهي ماشيه بتعمل لايرز وهذه اللايرز لها نفس الايزو فيلوستي سيرفيس اريا. لو انا قدرت احسب الفيلوستي والسيرفيس اريا دي وانا عندي الفيلوستي عند النروست اريا اللي هي البيك فيلوستي هنا عند المايتر اورفيس يبقى عوض في المعادله ممكن احسب الافكتيف ريجارجتانت اورفيس وهي البيزا. ادي اكزامبل اهو ده الليفت اتريوم وده الليفت فنتريكل. الهيمسفير دي الهيمسفير الزرقاء دي ده الكونفرجنس والايز فيلوستي سيرفيس اريا اللي بيتجمع فيها اللايرز الريد بلاد سيلز ان ذا فورم اوف لايرز اوف ايكوال فيلوستي اكروس السيرفيس وعشان تعدي من النروست بارت ده. لو انا جبت الفيلوستي عند النارو ستبارت من الكونتينيوس فلو وجبت انا الهيمسفير دي الاريا بتاع السيرفيس دي والفيلوستي عندها اقدر اعوض في المعادله الجهاز يجيبها لي على طول. ازاي؟ هجيب صوره 2 دي زي اللي هي الاي صوره الاي دي صوره 2 دي احط عليها الكالر اللي هو البي احسن الجين اقلل النيكوست ليميت لغايه ما يبان لي يرسم لي صوره هيمسفير اللي هي اللون الاصفر الهيمسفير. هقيس الهيمسفير دي بالايكو هقيسها انا مانيوال بالجهاز والجهاز اوتوماتيكالي بيقوم حاسب الفيلوستي بتاع اللي هو الهيمسفير الصفراء. اجيب كونتينوس فلو واعمل تريسنج على المايترال اللي هو الفيلوستي تايم انتجرال على المايترال هيعوض لي في المعادله ويطلع لي الافكتيف ريجارجتانت اورفيس مطلعها لي 29 ملم مربع. لو طلعت اقل من 20 بقى مايل لو طلعت اكثر من 40 بقى سيفير ان بتوين بقى مودريت ديجري اوف مايترال ريجارج. دي فكره البيزا ان انا اجيب صوره 2 دي واحط عليها كلر واحسن الجين واقلل النيكوست ليميت لغايه ما احصل على هذه الهيمسفير واقيس من عند المتوقع البوينت اوف ريجارج دي واقيس القطر بتاع الهيمسفير ده واوتوماتيكالي الجهاز بيقوم حاسب من السكيل اللي في الجنب ده بيحسب الفيلوستي واوتوماتيكالي مع الكونتينوس فلو اللي على المايترال يعوض لي في المعادله ويطلع لي الافكتيف ريجارجتانت اورفيس. الافكتيف ريجارجتانت اورفيس ده طبعا مش 100% كل تكنيك بيبقى له ليميتيشن. لو هي هيمسفير كويس قوي لكن طبعا هي مش هيمسفير هي اليبتيكال شويه فعشان كده ممكن ما تبقاش اكيوريت 100%. لو انا اي ايرور في الراديوس ملي برجع اربعه فممكن ياثر لي في النتيجه شويه. لو انا عندي مالتيبل جيتس ممكن يبقى في مشكله.
لكن هي من احدى الكوانتيتيف ميثود ومهمه جدا في حسابها حساب المايتر ريجرجيتيشن. كلنا نتعلم ازاي نحسب الفيزا والسلايدز واضحه ومشروحه بالتفصيل في المحاضره، ممكن تبقى هاند اون معاكم ان شاء الله. ممكن بطريقه اخرى احسب الافكتيف ريجرجيتيشن اورفيس ده بال 3 دي ويبقى مور اكيوريت ويتجنب لي الفالسز بتاع الفيزا اللي هو الخطا اللي ممكن يحصل نتيجه الايرور في القياس او الايرور في الهيمي اليبتيكال شيب. ال 3 دي ده صوره ذات بعدين الاكس والواي، وباخد لونج اكسس على المايترال كده، ومتوقع ان اللاين ده هو اللي عنده النار واستبارت اللي هو اللي عنده الفينا كونتراكت او اللي عنده الافكتيف ريجرجيتانت اورفيس. هقوم واخد الزد بلين اللي هو الزد بلين بيربنديكولار عليه في هذا البلين، واقوم واخد ان فوس فيو، وهيشرح لنا الدكتور هاني محمود بالتفصيل ال 3 دي ايكو ده بيتعمل ازاي. هجيب ان فوس بلين كده وكاني ببص على الليفت اتريا من فوق، هلاقي ان الافكتيف ريجرجيتانت اورفيس اهي اللي هي اللون الاحمر الباين ده اقدر اقيسها اكيوريتلي، حتى لو هي abnormal in shape state like or not circular، لو هي حتى multiple orifice ممكن اقدر احسبها accurately عن كمان البيزا بال 3 دي ايكو المتاح حاليا. لانها ممكن تكون state like، ممكن تكون rounded، بالذات state like في functional mitral regurg مع functional mitral regurg ده في اللي هو في dilated myomasy والischemic myomasy بيبقى تبقى state like وبيبقى two opening at the edge medial lateral opening. ممكن بيبقى الميجرمنت بال 3 دي مور اكيوريت عن الفيزا في الاسسمنت الافكتيف ريجرجيتانت اورفيس، وبيبقى فيه فانسز بحوالي 1/10 سنتيمتر مربع بالفيزا عن ال 3 دي. اخر حاجه باسس بيها السيفيريتي اوف مايتر ريجرج ان انا احسب الفلو نفسه. احسب الفلو ازاي؟ يعني انا ممكن احسب، هل عندي طريقه احسب بيها الفوليوم اوف ريجرجيتانت فوليوم؟ ايه قصه الفوليوم دي؟ اي فوليوم، لو انا عندي اسطوانه فيها ميه عايز احسب كميه الميه اللي في الاسطوانه دي، فبحسب القاعده في الارتفاع، احسب مساحه الاسطوانه واحسب الارتفاع. نفس القصه انا عايز احسب الفلو اللي طالع من المايترال فالف، القاعده هي مساحه المايترال فالف، لو عندي المايترال انيولس اعمله تهنق تربيع، والارتفاع هو الفلو اللي حصل، المسافه اللي سافرتها الخلايا الريد بلاد سيلز بحسبها من الفيلوسيتي تايم انتجرال من الفلو بتاع المايترال. لو ضربت الفيلوسيتي تايم انتجرال اوف مايترال فلو في مساحه المايترال فالف اطلعت المايترال فلو، ولو ضربت مساحه الاورتيك فالف الاوت فلو تراكت بتاع الليفت فنتل مضروبه في الفيلوسيتي تايم انتجرال في الفلو البالست فلو في الاورتيك فالف هحسب الفلو في ثروز اورتيك فالف. لو طرحتهم من بعض هحسب كميه الريجرجيتانت فوليوم اللي رجع للمايترال فالف، يبقى هحسب الليفت فنتل اوت فلو ستروك فوليوم، بنعمل تهنق تربيع من الدايمتر بتاع الليفت فنتل اوت فلو تراك في التايم فيلوسيتي انتجرال بتاع الاوت فلو تراك، واحسب المايترال فلو برضه بنفس الطريقه اطرحهم من بعض يحسب لي الريجرجيتانت فوليوم. ومن الريجرجيتانت فوليوم ده ممكن احسبه لو عندي الاستروك فوليوم احسب الريجرجيتانت فراكشن نسبته قد ايه من الاستروك فوليوم. ده من ضمن الكوانتيتيف ميثود تو اسيس السيفيريتي. من ضمن السيمي كوانتيتيف ميثود ان انا اسيس بيها السيفيريتي البالس دوبلر للمايترال. المفروض ان المايترال ده لما يكون فيه سيفير مايترال ريجرج الفنت الاتريوم ده مليان بلاد من السايكل اللي قبلها، لما يجي يفتح في الدايستول تلاقي الاي ويف بتاعتها كبيره جدا برومينانت اي ويف. لو لقيت الاي ويف نون برومينانت يعني دومينانت اي والاي هي اللي هي نون دومينانت ده اكسكلود سيفير مايتر ريجرج. الطبيعي ان كل ما المايتر ريجرج يبقى سيفير يبقى الاي ويف هي اللي تبقى دومينانت، لو الاي ويف هي اللي دومينانت اكسكلود سيفير مايتر ريجرج. من ضمن الحاجات برضو لما المايتر ريجرج يبقى سيفير الليفت اتريال بريشر يبقى عالي، هتلاقي ان الريجرجيتانت جيت ده لما يكون سيفير مايتر ريجرج يبقى تريانجولار ان شيب اللي بنسميها كات اوف ساين، تلاقي المنظر كده غير لما يكون الدنستي بتاعته كده. من ضمن وسائل الاسسمنت للسيفيرتي اوف مايتر ريجرج ان طبيعي ان في بالمونري فين كده بيفتح من الليفت بيفتح في قلب الليفت اتريا، وفي فلو الاس والدي ويف دول ده نورمالي فورورد فلو ان ذا بالمونري فين. لما يحصل مايتر ريجرج وحسب ديجري اوف سيفيرتي الجيت اوف ريجرج يرجع في البالمونري فين ويقلل الامبليتيود بتاع الاس ويف دي لدرجه ان هي تبقى ريفرزد اس ويف، بينج ريفرزد اس ويف ساين اوف سيفير مايتر ريجرج. اخر حاجه بنأسس بيها السيفيريتي ان انا احسب للتشامبر سايز، وات از ذا سايز اوف ذا فنتريكل، وات از ذا سايز اوف ذا اتريوم. سبوز اي هاف سيفير كرونيك مايتر ريجرج ونورمال سايز فنتريكل غالبا اكسكلود سيفير ريجرج الا اذا كان اكيوت ريجرج، لو كرونيك ريجرج طبعا صعب ان يبقى نورمال سايز فنتريكل اور اتريوم. في وسائل اخرى باسس بيها السيفيريتي وده هناخدها بالتفصيل في السيستوليك والدايستوليك فانكشن اللي هو جلوبال لونجوتينال سترين والاس ويف بتاع البلس تيشو دوبلر
من ضمن الحاجات اللي بأسس فيها في المايتر ريجرجي اشوف الليفت اتريال سايز، البلمونري ارتري سيستوليك بريشر لو اكتر من 50 بقى معناها سيجنيفيكانت مايتر ريجرجي، دايليتد ترايكاسبيد انلس سيجنيفيكانت مايتر ريجرجي. اخر حاجه ساعات تلاقي البيضه ولا الفرخه المايتر ريجرجي هو اللي سيفير وعامل دايليتيشن في الفنتريكل ولا الفنتريكل اللي دايليتد وسكندري مايتر ريجرجي. لو لقيت الدايليتيشن اوت اوف بروبورشن للسيفيريتي في مايتر ريجرجي يبقى غالبا ده برايمري دايليتيشن والريجرجي ده سكندري. انا كده خلصت. بجمع لكم الايتيمز اللي انا بحدد بيها السيفيريتي: الفالف مورفولوجي، الكالر فلو، الجيت دينستي لو هي تريانجولار ودنس، الفينا كونتراكت لو اكتر من 7 مللي، لو في ريفرزال للسيستوليك فلو في البالمونري فين، لو في الاي ويف دوميننت اكتر من 1.5 متر بير سكند، لو الفلو في المايتر على الفلو في الاورطا اكتر من 1.4، لو الافكتيف ريجارجنت اورفيس اكتر من 40 ملم مربع، لو ريجارجنت فوليوم اكتر من 60 مللي، لو ريجارجنت فراكشن اكتر من 50%، كل دي ساين اوف سيفير مايتر ريجرجي. اخر حاجه تمرين مشهور ده كتاب ناندا بتاع الايكو، كان لنا حاله منشوره في 2016. الحاله دي عيان 51 سنه، سكر، ضغط، ديسنيا، ري فيزل ديزيز، مقرر له يعمل قلب مفتوح، عملوا له ايكو لقوا عنده الكالر دينستي ده اللي مالي الليفت اتريوم، والكالر والكونتينوس فلو دنس ده اللي هو دنس كونتينوس ويف سيجنال، وكالر دوبلر ماليه ريتشنج روك بتاع الليفت اتريوم. يا ترى ده سيفير مايتر ريجرجي نغير له المايترال او نعمل له ريبير للمايترال مع الجراحه ولا لا؟ اداني معطيات، اداني الانيولس بتاع المايترال فال، واداني الفلو الفلوس تايم انتجرال بتاع المايترال، واداني الانيولس بتاع الاورطا والفلوس تايم انتجرال بتاع الاورطا. قدرت احسب المايترال انفلو طه نقي تربيع في الفي تي اي، قدرت احسب الفلو اللي في الاورطا طه نقي تربيع في الفي تي اي، طلعت من طرحتهم من بعض حسبت المايتر ريجرجي فوليوم طلع 6.8 مللي 10% اونلي، ات از مايلد ديجري اوف مايتر ريجرجي. اللي عنده راح عمل عمليته ما عملش اي تاتش للمايترال، وبوست اوبرتيف كان المنظر بتاع المايترال كده. وارجو اكون وصلت الرساله تو اسيس السيفيريتي اوف مايتر ريجرجي. شكرا جزيلا. شكرا استاذ الدكتور شريف. الدكتور احمد تقدم